السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن يكون الجميع بألف خير دائما كل يوم مع موهبة جديدة. هذه المرة من الشرق الجزائري من مدينة قالمة المدينة الجميلة مع يوسفي أحمد يحيى 12 سنة من بلدية واد زناتي. هذا اللاعب الذي يفعل بالكرة ما يشاء، يعني ما شاء الله عليه وتبارك الرحمن. أتمنى له كل التوفيق وإن شاء الله نشوفه في نادي كبير، ولما لا يكون في مثلا في أكاديمية بارادو، لأنه لاعب متمكن، لاعب سريع، لاعب يحسن اللعب بالكرة. خليكم مع هذه المهارات ولكم الحكم على أحمد يحيى يوسفي.